السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والنهاردة هتكلم على شروط قبول موقعك أو مدونتك في جوجل أدسنز، الحاجات المفروض اللي أنت تعملها علشان أدسنز يقبل الموقع بتاعك بطريقة سهلة جدا. بس أنا هتكلم على بعض النقط المهمة اللي لازم تاخد بالك منها في الموقع بتاعك. قبل ما أبدأ الشرح، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، نكمل 100,000 مشتري بيكم إن شاء الله، ولايك، والفيديو لو احتجت أي حاجة تكلمني في كومنت هرد عليك إن شاء الله. طيب تعالوا نشوف اول حاجه نعملها علشان ما نطولش في وقت الفيديو. في الموقع مثلا، ولنفترض ان انا عامل الموقع او المدونه بتاعتي لو كانت بلوجر او وورد بليس. طيب انا صفحه رئيسيه، سياسه الخصوصيه، الفهرس، المساعده، اتصل بنا. طبعا الحاجات دي اساسيه، في ناس بتنساها في القالب بتاعهم. طيب صفحات برضو التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي اللي هنا برضو اساسيه علشان تقبل في جوجل ادسنز، زي ما انت شايف هنا كده، الرئيسية، سياسة الخصوصية، الفهرس، اتصل بنا. طبعا الحاجات دي مهمة جدا في قبولك لجوجل ادسنس. والنهاردة هنشرح ازاي نعمل اول حاجة سياسة الخصوصية. هتدخل على اللينك اللي موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو. دخلت على اللينك هنا، لو كان محتواك عربي هتنسخ الكود ده، لو كان محتواك اجنبي هتنسخ الكود ده. طيب انا عايز اضيف الكلام ده، هضيف ازاي؟ بروح عندي هنا على بلوجر، وبعد كده اروح على الصفحات واعمل انشاء صفحة جديدة، واكتب فوق هنا في العنوان، تابع معايا كده حاجة حاجة، ولو في حاجة وقعت منك ارجع تاني الفيديو، سياسة الخصوصية. طبعا من سياسة الخصوصية بس، طبعا في فهرس وان شاء الله نتكلم فيه شرح تاني، ونتكلم على اتصل بنا، صفحة اتصل بنا. بعد كده انا اروح للموقع تاني، محتوايا عربي، هروح هنسخ كنترول A، اقف هنا كنترول A وانسخ الكلام ده واروح هضيفه هنا. طبعا اتقل واكبر الخط، مفيش مشاكل، دي حاجة ترجع لك انت. ده الموقع بتاعي زي ما انت شايف، www.علامبرو.com. طبعا تضيف هنا مكانه الموقع بتاعك انت الخاص بيك، في كل هتدور على كله كده، يعني www.علامبرو هنا وهنا، وهتنسخ كل الدومينات ديت وتحط الدومين بتاعك انت. بعد كده اضغط على نشر وهضيف سياسة الخصوصية. طبعا في ناس عارفة هتضيفها ازاي، بروح عند التخطيط على حسب القالب بتاعك. يعني انا عايز اضيف سياسة الخصوصية فوق هنا، هروح عند القالب بتاعي واروح هضيف في المنيو واقول كنترول في هنا، واقول سياسة خصوصية، كنترول في اللي هي اللينك بتاع ده، انا اخدته كده كوبي ورحت اضفته هنا زي ما انت شايف، واقول اضافة ارتباط. بعد كده اقول له حفظ، اعمل عرض المدونة زي ما انت شايف، صفحة سياسة الخصوصية اضافت هنا. وبكده انا خلصت شرحي، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، ولو احتجت اي حاجة كلمني في كومنت هرد عليك ان شاء الله. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.